أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله أحمد لحمود الصباح أهمية التعاون بين جهات الدولة للحفاظ على الوضع والالتزام البيئي في البلاد، خصوصا من قبل وزارة الأشغال التي لديها الكثير من المشاريع المتعلقة في هذا الشأن. نعم، جاء ذلك خلال كلمة للمدير العام للهيئة العامة للبيئة في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لعرض المشاريع البيئية الخاصة بها. عدد من المشاريع الضخمة التي تسعى الأشغال لإنشائها وتهدف لمستقبل بيئي أفضل، أبرزها مشروع الأنفاق العميقة الجديد والخاص بمياه الأمطار والصرف الصحي وتوسعة وتطوير محطات المعالجة. وزارة الأشغال العامة قد وضعت هدفا استراتيجيا لها، هو إنشاء نظام الأنفاق العميقة وفقا لأحدث المعايير العالمية في هذا الشأن بهدف حماية البيئة والاستغلال الأمثل للمياه المعالجة ومياه الأمطار للأغراض المخصصة لها. ولقد تم الانتهاء من إعداد مستند الشروط المرجعية للاتفاقية الاستشارية الخاصة بتلك الأنفاق، كما تم اعتماد قائمة المكاتب الاستشارية العالمية المؤهلة. هذه الاتفاقية هي نتاج المخطط الهيكلي لقطاع الهندسة الصحية. الهيئة العامة للبيئة تقوم بدورها فيما يخص المشاريع الرقابية على جميع المستويات بهدف نشر الوعي بالمشاريع التي تحافظ على البيئة. في الهيئة العامة للبيئة نقوم دائما بواجبنا الرقابي وواجبنا للمحافظة على البيئة، وإن شاء الله بتعاون الجهات كافة سنقوم برفع الشأن البيئي بالكويت. أنفاق عميقة مثل ما تفضلت المهندسة عواطف، مشاريع أخرى في إعادة تدوير المياه في محطة الصليبية القائمة حاليا، مشاريع كثيرة أخرى يجب استمراريتها لمستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. مشروع الأنفاق العميقة هو مشروع جديد من ضمن مشاريع الخطط التنموية للدولة، يهدف إلى منع تحويل أي تدفقات إلى جون الكويت من خلال نظام متكامل لربط خطط الطوارئ لجميع المحطات ومخارج الأمطار وإنشاء نظام أنفاق عميقة لنقل المياه غير المعالجة إلى محطة تقنية جديدة. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.